غير نعطيكم فكره على الفيومي المصري وعلى الدندراوي، لان الاغلبيه ديال الاخوان ما تيعرفوش الفرق بيناتهم وتشككوا في المساله ديال الدندراوي واش كاين ولا ما كاينش. انا تنقول لكم الدندراوي ها هو كاين، راه ماشي ما كاينش، وها الفيومي راه هو كاين. سعيد بلقائكم مرة أخرى متابعي قناتنا الأوفياء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد الاتصالات المتكررة لمجموعة من مشاركي القناة والذين يتساءلون عن الفرق ما بين الدجاج الفيومي المصري والدجاج الفيومي الأردني أو ما يسمى بالدجاج الدندراوي، ارتأينا أن نعيد حلقة من أجمل الحلقات، والتي كانت هي عبارة عن زيارة لمزرعة إياد فيرم بمدينة مكناس منطقة أغوراي، حيث قام المربي وصديق القناة السيد ياسين بإعطائنا بعض التوضيحات التي تهم الفرق بين الدجاج الفيومي والدجاج الدندراوي. السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم، مرحبا بطاقم طيور تي في. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نشوفوا الجديد اللي عندنا في المزرعة ديالنا. عندنا شي حاجة ديال السلالات وتنخدموا على حوايج جداد بإذن الله، وما يكون غير خير. مرحبا بكم وألف مرحبا. بسم الله، تفضلوا معنا باش تشوفوا إن شاء الله. مرحبا بكم. كما تتشوفوا معنا دابا وجدنا واحد السلالة ديال الفيومي اللي غنية على التعريف بطبيعة الحال. هذه دابا تقريبا عام وحنا خدامين على هذه السلالة، وهي تبارك الله دابا راه وجدات الحمد لله. كما تعرف كل شيء بان راه الفيومي عنده المناعه تتكون قويه ونسبه البيض ديالو تكون مزيانه بالنسبه للدجاج البلدي، حيث تتراوح البيض عندها من 180 بيضه حتى 210 بيضه في السنه في الظروف الملائمه. وكما قلت لكم راه الفيومي تبارك الله راه غني على التعريف، وحنايا غاديين مع السوق شنو فيه الحمد لله. الميول دابا غادي للسلالات والله يكمل بخير. المهم هاد الساعه وجدنا الفيومي، وباقي عندنا عاوتاني حوايج اخرين اللي خدامين عليهم ان شاء الله العام الجاي باذن الله. وتنتمناهم الخير من الله سبحانه وتعالى لنا ولجميع المسلمين. الناس تعطوا السلاله ديال الفيومي على وديت المناعه ديالها اللي تتكون قويه وتتعايش مع جميع الظروف ديال المناخيه اللي كاينه في البلاد ديالنا، وعنده حتى الانتاجيه طالعه بالنسبه بارابور للبلدي. يعني هو الانتاجيه ديالو زوينه وما تيميلش للقراق، يعني حتى توصل لسنتين حتى ثلاث سنوات عاديه تتمل القراق. يعني فيه واحد الانتاجيه اللي كبيره بالنسبه للدجاج البلدي اللي معروف عندنا في السوق. كما تلاحظوا معنا احنا دابا الحمد لله دي عام دابا وحنا خدامين على هاد جوج سلالات. كاين عندنا الفيومي المصري وعندنا الدندراوي اللي معروف بالفيومي الاردني، وباقي ان شاء الله غادي نشتغلوا على سلالات اخرى باذن الله تدخل جديده للمزرعه ان شاء الله مولانا الكريم. واحد النقطه الاخوه اللي بغيت نشير ليها هي كاين الفيومي المصري اللي هو معروف وغني عن التعريف، وكاين الدندراوي اللي تعيطوا ليه الفيومي الاردني. هو فيومي اردني ما كاينش فيومي اردني، ولكن كاين الدندراوي. بالنسبه للانتاجيه راه ما كاينش فرق بيناتهم، كاين فرق صغير في الحجم وفي البيض في اللون ديال القشره. الاخوان واحد النقطه اللي بغيت نشيرها بالنسبه للمبتدئين باش يفرقوا ما بين الفيومي المصري والدندراوي اللي معروف باسم الفيومي الاردني. بالنسبه للفيومي المصري راه هو هذا، يعني الشكل ديالو تيكون فيه الكحل ومنقط بالابيض، العينين تيكونوا كحل والرجلين تيكونوا كحلين، والوزن كما تتشوفوا راه غيكون فيه واحد 2 كيلو ولا 2 كيلو و200 بحال هكاك ان شاء الله. هادشي اللي غتكون فيه هذا راه ذكر عمر 4 اشهر كما تتشوفوا. ها الجنوايح اللون باش تشوفوا الديكور كيفاش داير، راه هو هذا الفيومي المصري. بالنسبه للفيومي الاردني ولا الدندراوي، هذا نموذج ديال الدندراوي اللي تيتسمى كذلك بالفيومي الاردني. واخا انا ما تنقولش راه فيومي اردني، حيت الفيومي معروف هو الفيومي المصري اللي تلقاوه في منطقه الفيوم. اما بالنسبه للاردني راه هو الدندراوي هو هذا. هانتوما كما تتشوفوا الشكل ديالو كي تيكون داير، راه ماشي بحال الفيومي
المصري، والوزن راه تيكون تبارك الله وزن هو دابا هذا راه فروج عمر 4 أشهر مقارنة مع الفروج ديال الفيومي المصري اللي وريتكم قبيلة، راه باين الفرق تبارك الله. هانتوما الإخوان كما تتشوفوا هذا فيومي مصري وهذا دندراوي، يعني الفرق في الإنتاج ديال البيض راه ما كاينش الفرق، راه بحال بحال في الإنتاجية ديال البيض، ولكن كاين فرق في الوزن وفي الشكل. هذا تيكون تبارك الله الدندراوي وزن على الفيومي المصري، هذا هو الفرق اللي كاين الاخوان باش ما يغشكم حتى واحد ان شاء الله، راه ها هما باينين انتم الاخوان. المهم حنايا بغينا غير نعطيكم فكره على الفيومي المصري وعلى الدندراوي، لان الاغلبيه ديال الاخوان ما تيعرفوش الفرق بيناتهم وتشككوا في المساله ديال الدندراوي واش كاين ولا ما كاينش. انا تنقول لكم الدندراوي ها هو كاين، راه ماشي ما كاينش، وها الفيومي راه حتى هو كاين. بالنسبه للمزرعه ديالنا مزرعه اياد فار، حنا راه خدينا على العاتق ديالنا باش نجيبوا هاد السلالات هادو باش نلبيو الحاجيات والطلبات ديال الناس اللي مبتدئين او اللي احترافيين. راه المنتوج هذا والمزرعه ديالنا راه محلوله في وجه اي واحد بغى يشوف المزرعه، مرحبا به. الاخوان حنا ان شاء الله تنحضروا مفاجات اخرى ان شاء الله للسنه المقبله باذن الله. دابا نخليكم تستمتعوا معنا ان شاء الله بالخليط ديال السلالات. هذه واحد التجربه ان شاء الله انا قمتها فينا في المزرعه ديال اياد. غنشوفوا ان شاء الله تنحاولوا نحسنوا من الانتاجيه والمردوديه ديال الدجاج ديالنا باش نعطيو عاوتاني واحد رونق جديد للدجاج باذن الله مولانا الكريم. نشكروا طاقم طيو طيفي على هذه الزياره اللي كانت في الحقيقه مفاجئه، ما علمتوناش ما كون وجدنا زعما المحتوى ويكون عامر اكثر ان شاء الله. وقبلوا علينا بهذا الشيء اللي عطانا، راه حنا ما وجدنا ما والو، قبلوا علينا بهذا الشيء اللي عطى الله هذه الساعه هذه، وراه ان شاء الله كاين الجديد. حنا ما يمكنناش قناه طيو طيفي تشرفنا هنايا في المزرعه ديال اياد فارم وما نعطيوهاش اللي عندنا في جهدنا ان شاء الله، وباقي الخير باذن الله القدام. وتنشكركم انتم المتابعين ديال القناه طيور تيفي، وراه تنوعدكم ان شاء الله راه غيكون الجديد باذن الله في مزرعه اياد فارم وباقي المحتويات اخرى ان شاء الله، ونحاولوا نتعمقوا فيهم اكثر فاكثر باذن الله، ونتمنى نكونوا عند حسن ظن الجميع والله ييسر الامور للجميع. اذا كانت هذه هي حلقتنا لهذا اليوم، الشكر الجزيل للسيد ياسين عن مزرعة اياد فارم للدجاج البياض، والشكر لكم أنتم أيضا متابعين الكرام عن حسن تتبعكم وإصغائكم ودعمكم لقناة طيور تيفي. نتمنى دائما أن نكون عند حسن ظنكم، نحن دائما عند حسن ظن الجميع. مرحبا بكم في قناتنا، وقناتنا هي دائما منصة للمربي المبتدئ والمحترف. شكرا لكم مرة أخرى، وإلى حلقة قادمة بإذن الله، دمتم في رعاية الله. وعندي نتوى مقاده بحال هذيك راه ليلي، هو اللي عندي لاني زعما انا بغيت نقول لك قلب على قلب على وحده ونعطيك تقرانه. دابا اش بغيت ندير؟